يكونوا محتاجين الحياة الحلوة دي، وكمان موجود المكسرات بكامل المشروم. المشروم شكله شكل المبروم بالظبط. بكام بقى؟ لون غير على 20 2000. لقيت في تغيير؟ تغيير كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله تغيير كبير جدا. الله يبارك عمي. الحمد لله. طب تنصح ايه اي مؤتمر او حد جاي يعمل حسابه فيها؟ يعمل حسابه ويجي مع الفلوس. الفلوس معقوله لحد دلوقتي بتتفرج عليا وما اشتركتش في قناتي؟ صلوا وسلم على الحبيب واشترك ودوس زر اللايك عشان بحبك في الله. يا حمام الشوق وديلي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. يا حمام الشوق وديلي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. متابعيني الكرام، احبابي في الله، هاخدكم النهارده في جوله جميله جدا، وهنا مكان غزوه احد، وكمان هاخدكم في جوله لكل متابعيني واحبابي زوار المدينه وزوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في اجمل سوق كمان، وانا بعتبره جميل جدا. ليه؟ لانه بيقع في مكان جميل جدا، وهو مكان غزوه احد وجبل احد كمان ومسجد الشهداء. جولة جميلة إن شاء الله في السوق. السوق يا متابعيني الكرام أحبابي في الله في كل شيء، كل ما تتخيلوه موجود في السوق. وهنا بتيجي كمان تزور شهداء أحد، وتزور سيدنا حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلع جبل الرماه، وبعد كده بتيجي هنا بتلاقي المحلات متابعيني الكرام فيها كل شيء، حتى كل أنواع التمور. وكمان الحنة متابعيني الكرام، وكمان دقة المدينة، حاجات جميلة هيت. وده الحاجات دي كده من 5 ريال متابعين الكرام ما شاء الله تبارك الرحمن. وكمان الهيل، الهيل كم؟ 10 ريال الهيل يا جماعة، الهيل 10 ريال. وكمان المستكة، وكمان لبن الدكر، وحبة البركة، يعني هتلاقي عطارة من إلى. وكمان كايش دي؟ كمون. العلبة دي ب10 ريال ما شاء الله. وكل انواع التمور احبابي في الله بتلاقوها في المكان. اللهم بارك يا رب ما شاء الله تبارك الرحمن. بكام العجوة دي؟ دي رخيصة ب40 ريال احبابي في الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وعينيا راحت كمان على كرتونة عجوة هيت مغلفة جميلة هيت ما شاء الله. بكام دي؟ 150. 3 كيلو ب150 بس الحاجة ما شاء الله يا متابعيني. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. كمان العجوة لينة ما شاء الله تبارك الرحمن. بكام دي برضه؟ عندك 60. يعني الحبة ما شاء الله تبارك الرحمن متابعيني الكرام دي ب60 ريال. وآخر كم طيب؟ آخرها 50. 50 ريال ما شاء الله. وشايفين؟ لينا برضو ما شاء الله تبارك الرحمن احبابي في الله. خلاص موسم الحج على الابواب، والزوار هيكونوا محتاجين الحاجات الحلوه دي، وكمان موجود المكسرات. بكام ال فستق؟ كم؟ 50 ريال. 45. طب واللوز؟ 45. 45 ريال. ونوعين كمان من اللوز احبابي في الله، مملح وعادي ان شاء الله. والمشكل بكام؟ مشكل 45. 45 ريال. وكمان موجود الحلقة أحبابي في الله. بكم كيلو؟ على 40. على 40 ريال أحبابي في الله. وكمان التمر، عندك تمر محشي، تمر محشي باللوز، وكمان الزعفران. كم زعفران؟ 10 ريال. ب10 ريال أحبابي في الله. وده البيلسان كمان. بكم البيلسان؟ 15. من 15 ريال. شايفين متابعيني الكرام احبابي في الله؟ اللهم بارك يا رب. كمان العلب دي بكام دي يا شيخ؟
من 10 ريال. كمان الشوكولاته كم؟ 10 ريال برضه متابعين الكرام. وادي الهيل ده كم؟ هذا 20 ريال. 20 ريال. هذا؟ هذا 20 ريال برضه التين. وكمان القرنفل او المسمار كم؟ 20 ريال برضه؟ ما شاء الله. وكمان موجود الكحل احبابي في الله. 40 35 25 35 ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي في الله نصلي ونسلم على الحبيب. وكمان الهدايا دي كم؟ دي ب 15 15 ريال المجموعه دي. ودي ودي كم؟ دي ب 15 برضه. 15 ريال برضه يا جماعه. هتلاقوا الاسعار هنا شويه مرتفعه عن يعني سوق الدوديه الجديده او الحاجات دي ان شاء الله. والسبح بانواعها طبعا موجوده. والتشكيلات يا جماعه دي كلها من كم دي؟ اي واحده من كم مثلا الحاجات دي؟ هنا 10 هنا هذه 3 ريال من 3 ريال 5 في 10 في 3 ريال بتختلف الاسعار طبعا يا جماعه. آه. اللهم بارك يا رب ما شاء الله. ودي كمان حاجات جميله برضو بتلاقوها في سوق احد ما شاء الله. كمان العاب الاطفال خروف العيد بقى. محمد بكم هذا السماعه؟ كم؟ اي واحد الميكروفون؟ الميكروفون كم؟ بكم دي؟ 15 ريال خروف العيد ده. وفي كبير شويه حولي اهوت بكم؟ الكبير ده كم؟ 25 ريال. كمان موجود لتواب الاولاد دي يا جماعه. على كم دي يا شيخ؟ كم؟ من 25 ريال يا جماعه. والوان كثيره منها والعبايات برضه موجوده. وكمان المصليه الماركن دي على كم دي؟ 25 ريال. كني بشرفك من الاول. كيف حالك؟ معك انا بيتم صح؟ اخبارك ايه؟ يا هلا ومرحبا. 100 الحمد لله. المصليه بالشنطه بتاعتها كمان. كم دي؟ دي ب 10 ريال. وكمان الاحذيه، الاحذيه من كم؟ في ب 10 في 15. من 10 ريال و 15 ريال. والسجاد كمان من 10 ريال. السجاد ده من 10 ريال احبابي في الله. ان شاء الله. اجواء جميله في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. وكل زي ما انا قلت لكم كل انواع التمور موجوده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني دي كده تنفع تاخدها هديه كمان لاحبابك بكم دي؟ ب 10 ريال. 10 ريال من اجل ما اصحب 15. وعلبه العجوه دي؟ 40 40 ريال. ما شاء الله. والمجدول؟ المجدول كم؟ المبروم. المبروم. معلش. يطلع لك 35. المجدول فين؟ المجدول حبته ثانية عين. المجدول إلي. بكم المبروم؟ بكم؟ 30 ريال. والعجوة؟ العجوة انواع واشكال 30 و40 و50. 30 و40 و50. وفي مراعاه ما شاء الله. وفي المفتل ده هذا 20 سكري ما شاء الله. سكري نوع نظيف حبه جميله هي يا جماعه. الصقعي وصقع كم؟ الصقعي كمان 30. 30 ريال. الصفاوي بعده 30. الصفاوي 30 ريال. الاسعار نزلت شويه بعد رمضان. ايوه صور المحل طبعا. هاي نصور ام المحل. ايوه حبيبي يا عمي ما شاء الله. والسكري كمان
الكرتونه دي فيها 3 كيلو شويه. ريال وهذا 30. دي 30 ريال. وهذا مفتخل. رطب وده مفتخل يا جماعه. دي العلبه فيها 3 كيلو شويه يعني. وهذا عندك هذا المشروم. المشروم. شكله شكل ال شكل مبروم. شكل المبروم بالظبط. بكم بقى؟ لون غير على بكم؟ وهذا عنبر. بكم ده؟ هذا 30 ريال. 30 ريال. والعنبر؟ هذا عنبر 40. 40 ريال العنبر. وهذا سكري ب20. سكري 20 ريال. والمجدول ب40. المجدول 40 ريال. والصفايده حبه كبيره، هذا اكبر. الصفاوي كم؟ اكبر نوع 35. 35 ريال. الحين على 5 ريال، والحين عندك طيب. على 10. شايفين يا جماعه كل شيء موجود في السوق يا جماعه. طبعا الحنه على 5 ريال، والهيل 10 ريال، والمسمار والمسمار المسمار كم؟ ها؟ 10 ريال. وكمان عشبه مريم حتى ب 5 ريال. الواحده ب 5 ريال يا جماعه. اه والمستكة. وكمان المستكة ب 10 ريال. وفي لبن الذكر كم؟ ب 10. ب 10 ريال برضه. والحبه السوداء. والحبه السوداء حبه البركه برضه بكم؟ ب 10 ريال يا جماعه. كيس اهوت ربع كيلو صح؟ طيب ما شاء الله. الله يبارك يا عمي. الله يبارك لك حبيبي. ان شاء الله تبارك الرحمن. المحلات كلها فيها كل شيء يا جماعه. المحلات كلها فيها كل شيء ما شاء الله. شايفين الاجواء ما شاء الله. الله يبارك يا رب. يا ريت نصلي ونسلم على طب القلوب ودوائها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. اكتر المحلات بتلاقوها هنا يا جماعه فيها كل شيء، من كحل، من حنه، من عطاره، من مسك، كمان كل شيء موجود. وكمان الشنط احبابي في الله. الله يبارك يا رب. وجابلنا الحاج المغربي ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ بركاته. بخير الحمد. لباس الله يبارك فيك. ايش احسن شيء عجبك في المدينه؟ كل شيء. ها؟ كل شيء. بس في حاجه كده عجبك احسن حاجه؟ التطور العمراني والتطور الطرقي والبنيه التحتيه، كل شيء عجبني. اخر مره جيت المدينه امتى؟ جيت في الشهر 6 الماضي 2023. 2023 لقيت في تغيير؟ تغيير كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله تغيير كبير جداً. الله يبارك يا عمي. الحمد لله. طب تنصح ايه اي معتمر او حاج جاي يعمل حسابه فيها؟ يعمل حسابه ويجي مع الفلوس. الفلوس. ويحجز فندق كويس يكون قريب من الحرم. بس كده. حبيبي يا عمي. الله يتقبل. كله ميسر الحمد لله. الله يتقبل. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن احبابي في الله. يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. ده ايه؟ انا خروب، انا 30 ريال كيلو. خروب؟ 30 ريال؟ 30 ريال. ما شاء الله. ودي كمان مصانع الادويه باللوز بكم؟ هذا 10 ريال. 10 ريال يا جماعه العلبه دي ما شاء الله. كم؟ لا 10 ريال. 10 ريال برضه ما شاء الله. وكمان نعناع المدينه بقى يا جماعه، ودي احسن شيء ممكن تاخده نعناع المدينه المجفف ده بكم؟ 10 ريال. الله يبارك يا رب. شايفين التمور والجمال ما شاء الله. كل انواع التمور. وكمان الاسعار نزلت شويه بعد رمضان، يعني بعد رمضان الاسعار نزلت شويه، لان في رمضان طبعا الاسعار بتبقى زايده شويه يعني ما شاء الله. بكم دي؟ هذه على 35. 35 ريال. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. 3.5. 3 كيلو ونص. ودي على 40 ريال. دي مفتل؟ مفتل جلاكسي زي العسل. مفتل فخر يا جماعه. وده؟ هذا رطب. رطب ما شاء الله. الله يبارك عمي. طب ليه ده في اللمعة زيادة كده؟ هذا كحل طبيعي؟ هذا كحل حجر طبيعي. طبيعي بكم بقى؟ هذا كيلو على 80. على 80 ريال ما شاء الله. وألعاب الأطفال. ازيك يا عمي؟ أخبارك إيه؟ ده إيه بقى؟ هذا دوم. دوم يا عمي. دوم؟ أيوه. بكم بقى؟ الحبة ريالين يا جماعة من الدوم ده. 3 5 ريال. 3 5 ريال ما شاء الله. ما شاء الله موجود كل حاجه بقى، من كحل وحنه ما شاء الله. على كم الحبه؟ 5 ريال. من 5 ريال احبابي في الله. كمان الولاعه كم؟
70 ريال. اللهم بارك رب. كمان المسبحة دي كم؟ واحد هذا 100 10 ريال. 10 ريال يا جماعة. ان شاء الله. وساعات هتلاقي فيها كل شيء احبابي في الله، المحلات كل شيء موجود فيها. وكم؟ ها هذا 25 وهذا 10. 25 25 ريال دي. وهنا برضو في حاجات زي كده ب 10 ريال. ان شاء الله. وكمان في مسابح يا جماعه زي الكوك ده، برضو مسابح من الحاجات المرغوبه جدا. بكم؟ 20 25 من 20 ريال يا جماعه. والحاجات دي من كم دي؟ 5 ريال. من 5 ريال الحاجات دي كده على 5 ريال. في هنا 3 ريال. هنا 3 ريال. كم؟ 5 ريال. بسم الله. والمكحلة دي كم؟ 10. 10 ريال دي. والصغير دي 5 ريال. كيس الكحل 5 ريال. اللهم بارك يا رب. ان شاء الله. السوق فعليا يا جماعة سوق جميل. وانت هنا كده كده بتزور الشهداء ما شاء الله. المحلات هتلاقي فيها كل شيء، كل شيء بتلاقيه في المحلات من الالف الى الياء ما شاء الله. وكمان سجاد الروضة هنا ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ دي طبعا سجاد الروضة، دي صنع المدينة. في حاجات زي كده يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن. دي طقم كامل صح؟ لا بس سجاده طبيه. بكم بقى؟